معنا لاله فدوى من فرنسا. مرحبا لاله فدوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله استاذ تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اول مره كنهضر معاك وكان شحال من مره كنبغي نعيط على شي حاجه ديالتي وما كانت ما عمرش شد ليا التليفون. واليوم شفت واحد الحاجه وانا نقول هذه ضروري نعيط للاستاذ الدريبي هو يشد ليا التليفون. سبحان الله. مرحبا مرحبا لاله. مرحبا لاله. تفضلي. بغيت نقول لك غير على شي حاجه واقعه في لي ريزو سوسيو اذا يمكن. شفت واحد السيده الحادث ان السيده طلعت في الريزو سوسيو وواحد الالم كتالم وكتقول انا كان بحال قلتي تيجوني الناس كلهم ما مزيانينش. ان المهم كتقول بان لو موند اوتور دي بيرسيكوتور. وقالت انا هزت واحد المقص وقطعت قرعات شعرها وقالت انا غادي نوريكم فيا الشوها وقطعت شعرها قرعات ولا غد ليه دارت فيديو اخرى وهي تقول انا مني قطعت شعري طلعوا لي المشاهدات ودابا غنحسن حجباني وهي تحسن حجبانها وقالت غدا غادي نطلع نشرط لحمي يا بسلام باش يطلعوا لي المشاهدات. مهم انا كنهضر من منطق قالت انا مني قطعت شعري طلع لي الفيوز 250 الف ولا 100 الف ولا عباد الله هذوك ال 100 الف راه نون اسيستونس دو بيرسون ان دونجي لان دايرين بها الدراري الصغار. هاد السيده بانت في الريزو سوسيو هي وليداتها معاها في الدار هي كت هادشي في المغرب ولا في الخارج؟ في المغرب غيسون. هاد السيده كانت عايشه في الزنقه عاشت واحد المعاناه كبيره في الزنقه لانها كتقول لك انا ولدت ونفست وعشت في الزنقه والناس تكرفسوا عليا ودابا كان هاد الناس هادو مني بديت. المهم واحد لاشين تيلي سوا ديزون بغات تعاونها جات هي صورتها باش زعما توصل المعاناه ديالها. دونك الحل اللي لقاو لها حلوا لها شان باش زعما تحلات باش زعما تسترزق منها. لا حول. ايوا ملي حلوا لها الشان حصلت وديك السيده كتبان في لي ريزو سوسيو وقالت غدا غادي نقطع بزولتي وبعدو غادي ندير والله يحفظ شنو تشد شي واحد من دوك الدراري والله يستر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا انا ما كنتش الدنيا ديالها نقدر نقولها شهاده والله يرحم الوالدين. لا لا ما تقولهاش. لا ما غنقولهاش اللي راه معروفه. الله يرحم الوالدين. السيده محتاجه المساعده راه ما يمكنناش نشوف هاد الشيء هذا والوليدات كيدوروا حتى قدامها ولاد صغار. لا اله الا الله. اختي فدوى تنحيي فيك هاد الحس الانساني وهاد الوعي. تنحيي فيك لاله هاد اليقظه وهاد التمسك بتحصين المواطن والمواطنه ضد الهمجيه ولو على حساب نفسه. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق لنا هاد الجسم وتيسمينا عباد الرحمن فنحن عباده وتيخبرنا الله سبحانه وتعالى إذا صابتكم شي مصيبة شنو تقولوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بمعنى أنه نحن لله أنه نحن ملك الله خلقنا حنا ديالو ما عندناش الحق نعذبوا جسمنا ما عندناش الحق نقتلوا بوسنا ما عندناش الحق نعذبوا غيرنا ما عندناش الحق. بمعنى أنه كيعاقب العبد ديالو يقول الله سبحانه وتعالى من بادرني بنفسه بادرته بجهنم. تقول لهم اللي جاني قبل وقت الأجال ديالو غادي نسبق له جهنم قبل الوقت ديالها. فهنا وصلنا لواحد أنا كنحيي فيك أختي هاد التدخل تنحيي فيك كنحس بك متألمة كنحس بك خايفة على دوك الوليدات. للأسف من 1995 الله يرحمك السي مزيان بالفقيه الله يرحمك ويوسع عليك الرحمات السي مزيان بالفقيه تحت لي الفرصه تلاقيت هذاك السيد اقترحت له افكار
وقبل هذوك الافكار وفتح لنا الباب. حنا واحد العدد من اساتذه ومهندسين فتح لنا الباب وقال لي الناس اللي معاك يساهموا بهذه الافكار. 1997 بدينا كنساهموا بهذيك الافكار حول الورشات اللي كان كلف بها المرحوم الحسن الثاني اللي هو تغيير منظومه التعليم. في 97 كان ديك الساعه الانترنت بدا يلا تيتلونسا في المغرب، يلا تيتلونسا 96 97 كيتلونسا. واقترحنا واحد المقترحات اللي كان بامكانها انذاك تحصن الحقل المعلوماتي والاعلامي في المغرب. ما معنى تحصن؟ الله يرحمك لاله ماريا اللطيفي، الله يرحمك الشريفه، الله يرحمك ايتها الاعلاميه الصحفيه العارفه الصالحه. بعد ما تولت لاله ماريا اللطيفي تسير لو سونتر اوديو فيزيوال ملتي ميديا في الرباط، كنت انا من الناس اللي كنشتغل معاها في هذا المشروع. فقالت لي يا استاذ كيفاش نقدروا نساعدوا بهذه المؤسسات الحديثه العهد؟ ديك الساعه لو سونتر اوديو فيزيوال ملتي ميديا راه دار في واحد الموجه اللي انا من الناس اللي حركتها مع السي مزيان بن الفقيه والناس اللي معاه. قالت لي كيفاش نقدروا نساعدوا؟ قلت لها خصو هذا الشيء اللي يدار له امتداد في التعليم ويدخل المدرسه. 97 كنا غادي نبسطوا المقرر المغربي ويكون موضوع في الملتي ميديا وموضوع في الشبكه الانترنت 97 اللي هو هائل وباقي كنتاسف له من هذاك الوقت من 97 لدابا، انه من غير سيدنا اللي عنده القدره الاستباقيه من غيره هو والمؤسسه ديالو كاين بعض الاطر، كاين بعض الادارات اللي فيها ناس عندهم الاستباقيه. ما كندويش على الاستباقيه، المغرب عنده استباقيه في الامني بشكل استثنائي. سي الحموشي الله يجزيه بخير والناس القوات المسلحه والناس ديال استخبارات القوات المسلحه والناس ديال الدرك، الاستباقيه في الامني حنا مدرسه ولينا كنقريوها في العالم. كندويش على هادي، انا كندوي على الاستباقيه في الشان الاجتماعي. انا واحد مؤخرا كنت تلقيت واحد المسؤول من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وطرحت عليه سؤال، قلت له واش شي واحد تيصنع الفوضى وغرضه تبقى الفوضى في المغرب؟ واش كاين شي واحد كيصنعها؟ قلت له انا متاكد كاينه شي جهه، كاينه شي مؤسسه، كاين شي تقارن ديال شي بلايص اللي في مصلحتهم تبقى الفوضى. نحلفكم بالله، تعرفوني ما كنتكلمش عن فراغ، انا انسان باحث وماشي غير باحث، بحاته تقول العرب البحاته هو المتبحر في علم من العلوم. انا ماشي غير باحث، انا بحاته، انا عمري ما كنتكلم على فراغ. ملي كنقول كنشتغل على ملفات انا بحاته، ملفات بحث، الميزانيه القليله في الملف ما بين 20,000 درهم حتى 80,000 درهم الملف دراسي. غادي يشتغل فيه واحد الخبير هذا عنده 5,000 درهم، هذا عنده 10,000 درهم، هذا عنده 6,000 درهم. ما غادي ندويش لكم على واحد الموضوع الا ما كانش الملف عندي بالوثائق العلميه بالدراسات ديالو محطوط قدامي العنعنه من اشكازات. كاينه جهه من الجهات تقارن لوبيات، تقارن مصالح، مهم كاينه ان في المغرب. كاينه ان جهه من الجهات في مصلحتها تبقى الفوضى، مصلحتها كتخدم في الفوضى، كتحماق على الفوضى، كتسطع الفوضى. شتي ملي جاو مواقع التواصل هذيك الجهه من الجهات لو تعطاني الامكانيه انا نجبدها، تعطاني تتصل بيا وزاره الداخليه تقول لي الدريبي سمعتك في الراديو قلتي هكا الامكانيات نجبدها والله تنطلعها في المغرب نقول لهم هذه الجهه هذه والله تنجبدها. وماشي جهه وحده، جهه متصله بجهه متصله بجهه متصله بجهه، مكون مخافين مع راسهم الغرض الفوضى. ملي جات هذه الثقافه ديال مواقع التواصل وكل شيء غيبدا يعبر هذيك الجهه من جهات، ويلي ويلي قالت المضى سنانها تمضى وقالت هذه اللي بغيت هذه 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 هذه. فرويد ملي غيبدا النظريه ديال التحليل النفسي يلا بدا في السنوات الاولى، كانت كثرات في اوروبا جوج ديال الظواهر، معطوب الحرب العالميه الاولى كثار وعاشوا اضطرابات ما بقاوش كيعرفوا يمشيو، ما بقاوش كيعرفوا يهضروا،
ما بقاش كيقدروا يعيشوا حياة عادية. والطب انذاك عجز يعالج هاد لي تروماتيزات كاع. علاج فريق ديال فرعود عنده واحد فريق علمي ما شاء الله استطاع يعطي اجوبه علميه وعالجه. دول الحالات اللي كانوا اكثر رقم واحد. حالات جوج هما الحالات الهستيرية. كانوا الحالات الهستيرية كثار بزاف المانيا في اوروبا. فواحد الاختصاصي دارس للتحليل النفسي سول فرويد قال له واش هاد نعتبروا هذا وباء؟ هاد الهستيريا سي بانديمي؟ قال له لا. قال له تيخبرونا هاد الناس بان المجتمع كيطالبهم باشياء فوق طاقتهم. هنا فين غيوضع العبقري جاك لاكون معادله اللي كان اشتغل عليها لونتروبولوج برنار أونغي ليفي وليفي ستروس. كانوا غيشتغلوا برنار أونغي ليفي ريسون ليفي ستروس قبل منه. ليفي ستروس كان وضع المعادلة ديال ناتور اي كولتور، ما هو طبيعة وما هو ثقافة. جاك لاكون من هاد البلاصة هادي اللي اشتغل عليها فرويد قال بأن هاد الناس داك الكم اللي بدا كيظهر للتحليل النفسي انذاك في وقت فرويد الهستيريا 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 قال لهم لا 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 هذا ماشي وباء ولا بانديمي، هذا راه المجتمع بدا كيتغير وكيطالبهم المواطنين كيطالب المجتمع باشياء اكثر من طاقتهم. هنا في الغيوض المعادله جاك لاكون ناتور سوسيتي كولتور. دابا فين المجتمع ديالنا كيصنع هاد الفوضى؟ فين المجتمع ديالنا كيصنعها؟ وفين حتى شي واحد في الحكومه ما التفت ليها؟ وحتى لا التفت ليها اقسم لكم بالله الا قدر يدير ليها شي حاجه راه ما التفتيش ليهاش. والا حتى التفتوا ليها ونحلف لكم بالله الا هما هذه الحكومه ولا اللي غتجي ولا اللي كانت ولا ما غيقدروش يديروا لها شي حاجه. اللي هي الاشهار. ما هو دور الاشهار في الاضطراب النفسي عند المواطن؟ بدات شي دراسة عليه. كل شيء ريوغو كتسيل على الإشهار، التلفازة، الراديو، مواقع في الانترنت، المهرجان، واحد باغي يدير شي حفلة خصو سبونسور، كل شيء ريوغو تتسيل على ما يسمى الإشهار. تخيل واش عمرنا فكرنا احنا كمجتمع في طور النمو شنو هو الواقع ديال الإشهار على اضطراب الصحة النفسية عند المواطن؟ بمعنى كيفاش الإشهار كيصنع الحماق؟ حيت دابا شنو دارت هاد السيده هادي؟ دارت اشهار باش تجيب لي فيو. ما دارتش لحن وغنات، ما دارتش معادله رياضيه وفكاتها، ما دارتش شطرنج ولعبات في واحد السرعه مهوله وربحات ماتش. قطعات ذاتها شعرها حجبانها وكتقول غدا غنقطع بالحمي وغدا غندير. دارت كدير الاشهار بتعذيبها وبتعذيب الوليدات وبتعذيبنا حنا، لانكم نتوما انا نقول لكم شخصيا ما كنطالعش على شي موقع من المواقع، ما كنشوفش شي صفحه من الصفحات. رجعتكم باحث ما كيشوفش الانترنت. عندي مواقع علميه فكريه فلسفيه كنمشي ليها ديريكت، وعندي ناس كيبيعوا لي المعلومه كنقول لهم بغيت المعلومه اللي كاين هنا، الطوندونس اللي كاين فيسبوك، الطوندونس اللي كاين هنا، الطوندونس كيصيفطوا لي ملف كنخلصهم كنقرا الملف سالينا. علاش انا رجعت للور؟ علاش؟ باش ما نتلوتش. لان غرضهم هما ماشي يفيدوكم، غرضهم يلوتوكم. بمجرد ما كتشوف اليوم تشوف غدا تشوف غدا كتلوت. اول حاجه كتلوت نفسيتك، فكتولي موتر، كتولي مقلق، كتولي مضطرب، كتولي مزير، وانت ما عندك حتى مشكل في حياتك بسبب انك طلعتي لواحد المعلومات ما غيفيدوك في والو غيعذبوك. انا من المحبين ديال الانتاج السينمائي المصري. النهار اللي بدا كيكثر الحزن ما بقيتش كنتفرج في المصري. انا من المحبين المنتوج العربي المصري، كنحبق عليه، كنبغي المنتوج المسلسل، نبغي الفيلم المصري، ولكن النهار اللي كثروا من المشاهد الحزن والعنف والحزن والعنف وانا بعد من المنتوج ما يبقاش قرب ليه بتاتا، كنمشي لهذوك المنتوج اللي انا فايت نفرج فيه وعارف. اذا مواقع غادي تجي هذه البنت وغتقطع حجبانها ولا اخر غيدير ولا اخر غيدير ولا اخر غيدير باش يوصل لي فيو. الاصل ديال المشكل منين جا؟ من ان مجتمعنا مجتمع استهلاكي
مجتمع إشهاري. كيبغي الإنسان كتسمع ما معنى النجاح، هو يدير فيلا فلا بيسير، عنده طوموبيله واعره، عنده حساب في الفلوس، بمعنى تعطى واحد ربعه ديال المؤشرات للنجاح، حساب فيه فلوس بزاف، طوموبيل واعره، فيلا فيها لابيسين، كان دري خصك تكون معاه دريه مطرطقه، كان دري خصك يكون معاه دري مطرطق، وفي الاخر غيشوهوا راسهم في الانترنت، غيشوهوا زواجهم في الانترنت، وغيشوهوا طلاقهم في الانترنت. تخيل شنو السبب؟ الاشهار. الاشهار علاش هما اول حاجه كيشهروا مكانته، غيشهر سروالو، غادي يدير الاشهار لصمتو، هي غادير الاشهار المضمه ديالها، غادير الاشهار لعكرها. علاش هذوك لي انفلونسر واش كيضلوا يديروا لكم؟ هذوك اللي كيتسمى انفلونسر وانفلونسر ما كيضلوش يدير لكم اشهار ديال الصاك، ديال اللباس، ديال المكياج، ديال الكريم. الاشهار استهلاك. كاين شي دوله تقدر دير تقنين، دير قانون لهذا الاشهار؟ ما يقدروش، لان الاشهار اللي كيدوز في الانترنت ما كيدوش اصلا في المغرب، دايز من برا. هو من 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 الامارات يجيك الاشهار، دابا تدخل موقع الاشهار ندير في الامارات، ندير في لبنان، كي غدير تقنه، كي غدير له. وهذوك الوكالات اللي تابعه الاشهار ديال هادو اصحاب المواقع، تابعين الفيسبوك وتابعين، درنا احنا شي قانون اللي اطرهم. كيفاش اوروبا اطراتهم؟ اطراتهم بالضرائب، تطلع الضرائب وتضرب، طلع الضرائب وتضرب. فهموا بانهم هاد الشركات الكبرى ديال لي غافا، فهموا بانه ما كاينش تاثير مباشر، كاين تاثير غير مباشر. احنا دوله في طور النمو، بمعنى عندنا واحد شويه من المجتمع اغنياء بزاف، وعندنا واحد طبقه متوسطه غارقه ديون، وعندنا واحد طبقه كبيره شباب عندهم خيال قدو قداش، عندهم طاقه قدو قداش، عندهم كبت قدو قداش، تيشوفوا في هذوك الاغنياء بزاف حاطين عينيهم عليهم. كاين طبقه كبيره فقيره عينيها على دوك اللي غنيه بزاف اللي شويه. ايوا هذاك رباه خلالو لوزين، جدو خلالو جوزينات، عمو من اللوبيات، خالو داير العجب. انت درويش قريتي، باك موظف ولا مسكين كحفار، وصلتي درتي طابلات، درتي تليفون، وصلتي بغيتي انت الطوموبيل، بغيتي كذا، بغيتي الاشهار. الاشهار هو المشكله. بعض الدول ما يدوش لك الاشهار في الفيلم، ما يدوش لك الاشهار، عنده عداد في اوروبا ديال له عداد، راه لا في دول، راه كاينه فرنسا، وغتاكد لكم هادشي. الاشهار في اوروبا عنده وقته وعنده عداده، ما يمكنش دير واحد 10 اشهار في ساعه ولا 20 اشهار في ساعه. حنا في رمضان الكابسول المسلسل فيها 20 دقيقه ولا ربع ساعه، دقيقه ديال الكابسول دقيقة الإشهار، دقيقة الكابسول، دقيقة الإشهار، غادي كاين شي قانون؟ شي واحد هضر؟ شي واحد فتح هذا الموضوع في البرلمان؟ قلت لكم ما التفتوش له وما يقدروش، واخا التفتوا له ما يقدروش، لأن كيعتبروا هما الإشهار هو طريقة باش كيدخل الفلوس باش يمولوا الإنتاج. هذا خطأ. اللي كيمول الإنتاج ماشي هو الإشهار، اللي كيمول الإنتاج هو المواطن من اللي كيشري المنتوج. والإشهار ربى في المواطن أنه يأخذ المنتوج فابور، فمن اللي ربينا في المواطن يأخذ المنتوج فابور، ولا المواطن تعكسات، ولا هو كيتحكم فيك لأن أعطيت له كل شيء فابور. وسير شوف أمريكا، وسير شوف أوروبا، ما كاينش الفابور. تدخل الموقع تبغي تقرأ مقال، تيعطيك تقرأ منه 10%، تيقول لك بقى 90% بالخلاص. بغيتي تأبونا نهار، اسبوع، شهر، او لا تشري هذا المقال هو بشحال. تدخل البلايص تفرج افلام، تيوريك غير اكستري، تيسد عليك، تيقول لك بالخلاص. غنكونوا حنا كنفهموا احسن منهم. علاش هما باقيين الان تيتباعوا الكتب عندهم؟ علاش حنايا الكتب شحال كيتباعوا؟ شكون اللي كينتج الكتب اكثر، حنا ولا هما؟ اوروبيين كينتجوا الاف الكتب تيتباعوا. علاش؟ لان ما عندهمش ثقافه فابور. عندو بغيتي العلم تخلصو، بغيتي تقرا تخلصو. ملي كنا كنتعلمو تحل نفسي ونمشيو نحضرو السيمينار، نوصلو عند المحلل
تطرح السؤال بالورقه والستيلو، كتكتب السؤال ماشي كتهز يدك وهضر معاك، ما عندوش وقت يهضر معاك، كتكتب ستيلو ورقه كتكتب السؤال، كتحط معاه 250 فرانك فرنسي 250 فرانك، كتحطها في الجوا مع السؤال، تتمشي للكاتبه عنده تعطيها ليها وتقيد السؤال ديالك، الا لقات الفلوس تقيد، ما لقاتش الفلوس ما كاين، ما تقولش لها طالب ولا تقول لها باحث، ما عندها ما دير ديك الهضره. هو السيد جاي كاري قاعه في الاوتيل، غتخلص كتخلص حضور وكتخلص للسؤال، وشحال من سؤال ما جاوبونيش انا على السؤال ديالي، جوابو كان عنوان ديال الكتاب، اللي كيقرا السؤال كيلقى السؤال نيت هو مغيز ما كيجاوبش عليه، تيقول لي العنوان الكتاب في الفلان غاتمشي تقراه، معناتها بارك عطاني عنوان الكتاب، الجواب في هذاك الكتاب، الكتاب فيه 350 صفحه، غنطيح عليها ولا ما نطيحش عليها الله اعلم، المهم ما يجاوبكش. حنا لا، حنا الاغاني فابور، المسلسلات فابور، المنتوج الثقافي فابور، الجرائد ما تيبيعوا والو، كلشي كيقرا لهم فابور فابور فابور، علاش؟ سبب الاشهار، كون ما كانش الاشهار كنا كانت كل شركه غتبيع المنتوج ديالها، وملي كتبغي تبيع المنتوج ديالك كيخصك تصنت الذوق ديال المشتري، وتصنت النقد ديال المشتري، وتصيبوا له في الذوق ديالو وتسمع الانتقاد ديالو يشتريه منك، نزل المستوى ديال الجوده ما يبقاش يشري منك، بمعنى ان الرقيب يكون هو لو كونسوماتور، هو المشتري كيشري. ملي حنايا فتحنا ثقافه المجاني ظنوا واحد الناس بانه غادي نكونوا حنايا كنفهموا اكثر من الناس اللي صنعوا هاد الصناعه هادي، كنفهموا حنا ما كنفهموش، راه نقول لكم راه ما كنفهموش، راه والله راه كاين مؤسسه عندنا في المغرب راه ما فاهمه والو، راه باقا خدامه بورقه وستيلو وبالقلم والقومه، شتي في الوزاره عند الوزير الاول، عند الوزير الاول ناس خدامين معاه باقي خدامين بقلم رصاص والقومة، عند الوزير الاول في البيرو عنده تما في اداره عنده، يهضروا لنا حنا على الرقمنه وما دايريناش تما عندهم، ما عندهم تما في الوزاره الاولى اللي مويه الامكانيات اللي ما تصورش، ناس راه باقيين خدام بالقلم والقومة، علاش؟ باش ما يخليش الاثار، يكتب المعلومه ويحيي المعلومه، باش ما يخليش الاثار، حيت الانفورماتيك كتبقى لاطراس، اما الا كتبتي بورقه قلم رصاص كتمحي ما كاينش لاطراس علينا، راهم تما في الوزاره دخلوا قلبوا غتلقاهم. اذا شكون اللي فاهم المعادله؟ حتى واحد، حتى واحد ما فاهم المعادله، مخلينها مترعه وغادا كتسرح، غادا سارحه بوحدها، وشكون هي البلاصه اللي مترعه؟ سميتها المجتمع، الحق الاجتماعي قلت لكم راه كاينه جهه في مصلحتها تبقى الفوضى، في مصلحتها تبقى التخرويد، اذا غادي يخرجوا هاد الناس، هادي غتقطع لحمها، الاخر يقطع شعره، الاخر غينتحر مباشر، الاخر يقدر يقتل ولده، ما تتوقعوش شي حاجه اخرى من غير هادشي، ما تتوقعوش، شي عام غيتزاد، هذا كيتسمى ثقافه الهمجه، شي عام غيتزاد، علاش؟ لانه هو مولف المجاني، وتيحس بانه عنده سياده على الواقع، والواقع تيقول له كتحلم ولا مالك؟ الواقع تيقول له انت عندك سياده عليا انت. وقت يقول له ما عندك حتى شي سياده انت كتحلم، فالوقيته اللي كيتصطدم بانه ما عنده حتى شي يد متمكنه في الواقع، اي كان كيتوهم انه متمكن في الواقع، شحال من شاب ضيع حياته، واحد النوبة اب من هذوك الشباب اللي شاركوا في برامج ديال الغناء في المشرق، جاب لي ولده صوت ما شاء الله، وتبعته ملي كان في هذيك المسابقات، با قال لي عافاك استاذ نصح لي ولدي كنقدرك ونحترمك دوي معاه، قلت للدري ولدي عندك تغلط، عندك تغلط، الموسيقى ما دارتش لهذا الشيء، والفن ما دارش لهذا الشيء، الا انت عندك حس فني ومشيتي درستي في المعهد وخديتي قواعد الفن غتولي عالم ديال الموسيقى، فنان غادي تدخل محصن، وإلا أنت مشيتي عطيتي نفسك لواحد ملحن قلتي له هنا سقني أنا صوت أنا صورة شو دير بيا، قلت له شتي هذاك اللي غتعطيه ذاتك وغتعطيه صورتك وغتعطيه صوتك، هو ما عارفش يدير براسه شي حاجة، هو براسه هو، إذا كيفاش أنت غتمشي عند واحد اللي هو ما عارفش أشنو يدير براسه وكتقول له دير بيا شي حاجة، شنو يدير بيك؟ غيدخلك في حيط حيت هو أصلا دخل في حيط، إذا كذلك ناس فتحوا لهاد السيدة قناة داروا لها روبورتاج داروا لها الاشهار، تعاملوا على اسباب يساعدوها، لو كان عندنا تاطير
لهذا الحقل ديال كيفاش تظهر الصورة وكيفاش تظهر المعلومة، وماشي باش نخلقوا الناس حريتهم. حسنا يا الله، أنا مع حرية التعبير، وهذه واحد طفرة عاشها العالم وبالخصوص الدول العربية. ما كانش عندنا الحرية، ولات الحرية، حرية التعبير حالة استثنائية. إذا مشينا قجيناها من الإشهار، نشدوا لها العرق اللي اللي مفروحها، اللي كتحماق له، اللي كتعبده، مشينا شدينا الإشهار ودرنا له قشط، حبسناه، درنا له شي قانون. ما يمكنش نكون غادي خارج من الحي الحسني حتى الطريقة زمور، غنفوت تماريس ونبقى نلقى البانوات فيلا بخمسة مليون درهم، فيلا بسبعة مليون درهم. اش كتعني؟ اش كتعني ان في الدار البيضاء حنا كنا ملايرية؟ تخيل غادي شاد طريق، والطريق شنو كيدوزو فيها؟ كيدوزو فيها الفقراء، حيت الاغنياء ما كيدوش في هذيك الطريق، اغنياء عنده طريق بوحده. اذا انت هذه لي الاشهار لما نديروا الفقراء، فقراء اللي غيشوف فيلا بخمسة ديال مليون درهم وسبعة مليون درهم، باغي تعذبو، باغي تحمقو، واش باغي دير له؟ إذا لو كان شي واحد كيدوي على الاشهار غادي يجي غيمنع هذاك البوستر تما، ما يدارش. الا يقولوا الطريق هذه كيدوزوا فيها الفقراء، شكون ساكن في طماريس؟ ساكن صحاب ملاير. شكون اللي تيطلع على سيدي الحال؟ ساكن صحاب ملاير. لا، ولكن حيت البروجي دار في دار بوعزه ديال الفيلا من نوع الفلاني، ديال المركب الفلاني، اذا هو خصو يعلن على وجوده، ولا ما دايرش الاشهار، هو راه كيعلن على وجوده، تيقول انا موجود في هذا المكان، وانا الفيلا عندي كتسوى خمسه. هذا راه عنف، هذا راه عنف قدو قداش، هذا راه عنف ثقافي قدو قداش. شكون اللي تفتلو على اساس عنف؟ اذا غنمشيو لهذاك داك البانو وغنطاكسيوه ب 10000 درهم في الساعه، غادي نديرو له طاكس 10000 درهم في الساعه. اذا انت ملي عندك مركب كتبيع بالملايين بالملايير، غنحسبوك انت هذا البانو هذا طاكس ديال 10000 درهم في الساعه، غيضطر يحيدو، غيضطر يدير فيلا بالقلم والرصاص، وما غيديرش الثمن. اي بلاصه معلقه الثمن غنمشيو طاكسي، وهذاك الثمن اللي في هذاك الاشهار. شكون اللي يقدر يتحرك في هذا الحقل؟ حتى واحد. اذا الجاء الهمجيه غتبقى محركه، لان الاشهار هو السبب، لان الاشهار هو الخديديم ديال اللوبيات ديال المال. هو اذا اللي ما بقيناش مشيناش للعرق اللي مدوز السم المجتمع وتيفسدو، ما غنديرو حتى حاجه، ما غادي يفيد لا قوانين، لا لجنه ديال التاطير، لا لجنه ديال المراقبه. خاصك تمشي للعرق اللي هو المال، تحط عليه وتقول له انت غنراقبك، انت غنأطرك، لان من من من, من حقنا نأطروه، والمجتمع خصو يحمي المواطن في هذا الباب، ولكن واش عنده القدره امام اللوبيات ديال الاشهار، امام اللوبيات ديال المال.